السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلين يا أبو النار. على رأسي. تفضل استريح. يلا. يا مزيان. لك يا أبني يا مزيان. إيه سيدي. خليهم يساووا لنا كاستين شاي ما هيك؟ إيه ما بدي حدا يفوت لعندي. هلا يا أبو النار. شلونك؟ شخبارك؟ لا شلونك؟ صلى بخير. لا خلاص ولا؟ عرست يا أبو النار. ظريف المزيان. إيه منيح ما أبو شي. ايه يا اخي وجودات خير على عوزني. فشو قلت يا ابو النار؟ تف من تمك او جودات، تف من تمك. بدك شغلني على فنساوي؟ لا بدي شغلك لمصلحه البلد. لا هلا اذا اشتغلت مع الفنساوي بكون عم بشتغل لمصلحه البلد، لما ضد البلد. مصلحه البلد اعرف لك اياها شلون؟ طالما عم بيفوت الفرنسي على بيوتكم ليفتش على سلاح ويكشف على نسوانكم، بهالحالة نحن بنمنعه ما بيعود يفوت ويكشف على نسوانك. شبك؟ لكن اللي بدي يكشف على حريم لسه الله ما خلوه. معلوم لسه ما الله ما خلوه، لذلك عملنا خليك هيك. اسمع ابو جودات، حط على بيتك، اذا بتعطيني مال الدنيا ما راح اشتغل لا معك ولا مع الفنساوي. لك عم تفهم؟ اشرب شاي. شو التيس هاد يخرب بيته؟ راح عم بالي انه هذا ابو النار لا بينحلب ولا بينجلد. العمى ضربك، شو بدنا نعمل هلا؟ مين بده يشتغل معنا؟ ما في غير انه ندور بحارة الصالحية الا ما نلاقي الا شيء واحد. مزيان مزيان ايش في؟ جهز لي دوري. ليش؟ لك لا تسعد لك.